ايضا لابد ان اشير الى مساله تتعلق بهذه المبادره. انا ما يهمني في هذه المبادره وكما قلتها لطلبتي الاعزاء، لا يهمني الفوز ولا يهمني من هي الاوراق التي تفوز، ولكن ما يهم هو هذه المبادره النوعيه. المبادره النوعيه التي تعطي اولا بصمه تميز وايضا بصمه تنافس ثم بصمه ابتكار، لان هذه المبادره وبصدق هي غير مسبوقه في الجامعات العموميه المغربيه. اليوم هناك تتويج للطلبه الباحثين في سلك الماستر وسلك الإجازة الذين قدموا أوراق بحثية تخص تقييم السياسات العمومية، مختلف السياسات العمومية سواء المرتبطة بالسكن، بالصحة، بالتعليم، بالطاقة، بالاستثمار، بالطفولة، بالمسنين. طبعا الهدف من هذه المسابقة هو تكريس التميز وتكريس كذلك الابتكار وتعزيز التنافسية بين الطلبة الباحثين. طبعا تأتي هذه الشراكة بين المديرية الجهوية لجهة فاس مكناس التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل وبين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس. طبعا نتمنى أن يتم مأسسة هذه المبادرة وتطوير هذه المبادرة لتعم كافة الجامعات العمومية المغربية وتضع الطلبة الباحثين في قلب النقاش العمومي وتنتقل من المجال الأكاديمي البحث النظري إلى المجال التطبيقي العملي الذي يجعل الشباب خاصة طلبة الباحثين يناقشون قضايا السياسات العمومية من زاوية الممارسة ومن زاوية التطبيق، بمعنى أن ليس الهدف من هذه المبادرة هو الإعلان عن الجوائز والإعلان عن الفائزين، ولكن الهدف هو ربط جسور التواصل بين الجامعة وبين محيطها المتمثل في جمعيات المجتمع المدني، القطاعات الوزارية، الإدارات العمومية وحتى القطاع الخاص. سعداء يومه الأربعاء 13 جانفي 2023 بالتعاون مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة فاس مكناس من أجل تنظيم لقاء علمي متميز عنونا بالدورة الأولى لمدرجات نقاش عمومي للشباب. غاية هذا اللقاء هو مساهمة العديد من الطلبة، طلبة كلية الحقوق سواء على مستوى الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه، بأوراق بحثية حول مساهمة في قراءة للسياسات العمومية على المستوى الوطني. أبحاث تم إنجازها داخل كلية الحقوق تناقش اليوم داخل فضاء ومركز للشباب له أكثر من دلالة. نحن اليوم نشارك تلك النتائج لمختلف الأبحاث من خلال طلباتنا مع مختلف الحاضرين والحاضرات، وجعل الشباب اليوم يفهم ويستوعب بأنه هو مستقبل بلادنا، ليس فقط على مستوى إعداد الأبحاث وإنما أيضا على مستوى مناقشتها في فضاءات مثل هذه المراكز. إذن في إطار فعاليات هذا اللقاء حول الدورة الأولى لمدرجات النقاش العمومي حول قضايا الشباب بمبادرة من المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة فاس مكناس وكلية الحقوق ومصدر الدستور والحكمة المالية، يأتي هذا اللقاء لتشجيع الشباب في تقييم السياسات العمومية وإعطاء فرصة للتنافس حول يعني الاجتهاد في تقييم هذه السياسات العمومية والانخراط الفعلي للشباب من خلال فعاليات ماستر دستور الحكمة المالية وكلية الحقوق على مستوى سلك الإجازة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.